مش فلسفيه عشان كنت لعيب بالظبط. هو شاف محمد دايما اللي بيلعب، فمحمد قد يتاثر نفسيا لو بدا الماتش بعد ما عرف ان مش هو مش هيبدا الماتش. كبعد نفسي يعني، كبعد نفسي، فيعمل ايه؟ وجهه نظري وثقه برضو زي ما ايمن بيقول، قام جاي خالد ملاعبه، خالد من بعيد، فجاي قام جاي هو لعب قبليه ماتشين بقى كده قعد، فاللي هو هيموت نفسه اكتر من ممكن يكون راجل شاف تاثر من محمد هاني، شاف حاجه خليته يعمل كده، وجهه نظر بدون اي معلومه. لا ماشي حلو يعني، انا اشتريت حلو، اشتريت دي اهم حاجه. كلام كلام محترم، انا اقتنعت. لا دي اصل دي بتحصل في لا اللي انا اللي عايز اكلمه يعني، اؤكد على كابتن انت طاهر دي بتاكد كلمه ابو علي، بتاكد الحته بتاعت حضرتك دي ان هي في الاخر ايه، كله جاهز. هو كمدير فني عامل شغل كجهاز فني حاجه محترمه، وك سكواد انت عندك سكواد محترم في كل مركز، 2-3 لعيب يعني، انت كان عندك بره عبد القادر، وكان عندك بره رضا سليم، وكان عندك بره بيرستاو مصاب، وكان عندك دخلوا بقى النهارده دخل هو كهربا القائمه، كان عندك كهربا بره القائمه، كان عندك المفروض عمر كمال، يعني قصدي في لعيبه بتلعب، وفي لعيبه بره خالص، وفي لعيبه على الدكه كبدلاء كويسين جدا. فكون الراجل يعني ال 30 لعيب او ال 25 لعيب او واقفين على رجليهم، انت ما حسيتش ويقدر يعمل الروتيشن؟ لا مش خالد بس، حتى طاهر لما بيتكلم على حتى مصطفى لما بيجي اربع خمس ماتشات مين؟ حتى مصطفى لما بيجي مصطفى برضه نفس الكلام، لكن انا بتكلم على خالد ده جايبه من بعيد لعيبه طبعا بعيد قوي بالظبط. لا ده كابتن شغل مدير فني صحيح، الجهاز الفني لما يعتمد على عدد معين ويهمل الباقي بيحصل قصور، وممكن تخسر بطوله الدوري بسبب حاجه زي كده. لكن لما مدير فني يشتغل انه يجهز اللعيبه كلها وكلهم ستاند باي اي لحظه تطلب منه بالظبط، فده بي يعني بي بيحسب للراجل، وشايف ان نجاح الروتيشن بالشكل ده وانت تكسب بظل التغيير ده حاجه من مميزات النادي الاهلي اللي بتضمن له الاستمراريه. ايمن اخيرا، تشكيل النادي الاهلي بكره من وجهه نظرك عبر مع ابو علي برضو يحضر؟ يعني اعتقد انه برضو هيبقى محمد الشناوي، كريم فؤاد، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، محمد هاني يرجع كباك يمين. في وسط الملعب اعتقد ممكن يريح حد، يعني ممكن يلعب يعني مروان، ممكن بانه هو اللي خرج في المباراه الاخيره يلعب، امام يبقى موجود، ممكن يا اكرم يا ديانج واحد منهم. الثلاثي اللي قدام اعتقد ان كهربا لا يعني وسام هيكمل، رضا ممكن يلعب على حساب حسين الشحات لان حسين الشحات عمل مجهود كبير المباريات الاخيره، واعتقد طاهر ممكن برضو يستمر في تواجده او حجز مكانه في التشكيل. يعني اعتقد ان التغييرات ممكن تبقى برضو محدوده شويه، لان هو ممكن من وجهه نظري يبقى عامل حسابه ان مباراه الالومنيوم في كاس مصر كليفل كوره هيبقى طبعا الكوره فيها كل حاجه، بس قصدي كليفل كوره ممكن يبقى اقل شويه من الدوري، فيقدر ان هو يريح عدد من اللعيبه اللي هتلعب مباراه مودرن سبورت، وان هو يجهزهم لمباراه بيراميدز. طيب اقول لك تشكيل الفيوتشر او مودرن سبورت وتشكيل الاهلي، يعني بنسبه كبيره يبقى محمود حمدي في حراسه المرمى، ومعاه الناشئ محمد طارق اللي هو الحارس بتاع الاهلي اللي راح مودرن، هيبقى برضه احتياطي ليه، جنش مصاب واحمد حمدي عنده مشكله. في محمود شعبان ناحيه اليمين، ومحمود رزق يعني دول محمود رزق وعلي الفيل قلبي دفاع، هيلعب بطارق طه مكان جوناثان، وفي نص الملعب عمرو السيسي وغنام محمد وعلي زعزع او محمد صادق قدامه، عبد الكبير الوادي محمد صادق وبعدين بينزل بعد ايوه بزعزع، يعني واحد من الاثنين، عبد الكبير الوادي واحمد عاطف والغاني ايبا اللي هو اللاعب اللي طلعت الفتره كده بالشكل ده، اغلب التشكيل بتاعه بيبقى كده وبيغير فيه حاجات بسيطه، وبيحب استقرار او ثبات التشكيل. حقيقي النادي الاهلي اتوقع بكره يبقى محمد شناوي في حراسه المرمى، على يمينه ممكن محمد هاني يرجع يلعب تاني، ممكن يبقى جنبه ياسر ابراهيم لو الراجل فكر يريح رامي او رامي حسب اللي هتشوفه، محمد عبد المنعم، وكريم فؤاد اللي بيقدم مردود هايل جدا يا كابتن، وعامل ماتش بالنسبه لي واحد من نجوم مباراه بيراميدز، مرن بشماله كتير، هو قال لي ان هو بيتمرن بشماله كتير عشان يعرف يرفع الكوره بالظبط، وهو لعيب ما شاء الله عليه، يعني ربنا يحفظه على المستوى الدفاعي والهجومي، الالتزام بقى يعني اتكلم عن كريم فؤاد كتير يعني وما تبطلش كلام. في نص الملعب هيحافظ على اكرم ومروان وامام وجهه نظري، قدام ممكن يبقى طاهر محمد طاهر في مكانه، ممكن ياخد معاه رضا سليم ووسام ابو علي في الهجوم لو ما فكرش يريحه وينزل كهربا. خلينا ننتظر ماذا سيحدث في مباراة بكرة، زي ما حضراتكم شفتوا المباراة بكرة الساعة 9 بالليل إن شاء الله، وبالتالي ستجد
قناه الاهلي في الاستوديو التحليلي يبدا في تمام الساعه السابعه مع النجم كابتن ايمن شوقي اللي هيكون مع حضراتكم على الهواء مباشره قبل المباراه بساعتين وان شاء الله بعد نهايه المباراه. بشكرك شكرا جزيلا يا ابو علي. انا اللي بشكرك كابتن وببقى سعيد وانا موجود مع حضرتك طبعا في بيتنا الكبير طبعًا. وموجود مع ايمن يعني ايمن رحله سنين كبيره جدا سواء في المدرج او الصحافه فببقى سعيد وانا موجود معاه والله. شكرا جزيلا يا ايمن. شكرا كابتن اسلام وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي وبسطت طبعا مع حضرتك دايما وابو علي في مش دايما وحصرياته اللي نتمنى بس ان ايه تكون خفيفه علينا شويه ان شاء الله دائما يا ضل النادي الاهلي. هيتفرج على اليوتيوب بقى كابتن معايا سبسكرايب بعد كده صحيح. انا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معايا زي ما قلت لحضراتكم غدا ان شاء الله نادي الاهلي ومباراته الهامه المؤجله من الاسبوع ال17 ضد نادي مودرن سبورت ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز في هذه المباراه 3 برضه ان شاء الله يا رب ان شاء الله حتى لو واحد انا في مثل هذه المباريات اهم حاجه الثلاثه ولكن الثلاثه تكسب ولا تلعب انا قلت لك ليس الثلاثه فكسبنا ثلاثه يعني ليتها ماشيه بقى يا مسهل يا مسهل يا رب ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا ان شاء الله بكره مش هنكون مع حضراتكم لان المباراه الساعه 9 فهيكون مع حضراتكم كابتن ايمن شوقي قبل المباراه بساعتين وما بعد نهايه المباراه بساعتين. اذا اشكر حضراتكم شكرا جزيلا والتقي مع حضراتكم يوم الاربعاء وحلقات جديده من البيت الكبير. We'll be right back.